عبد الله، قدم لنفسك خيرا ما دمت مالك مالك، ما قدمت فمالك، وما أخرت فمال وارثك. نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوط. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. ثوب من مات على وارثه وعلى من مات ثوب من مدر. إنما دنياك يوم واحد فإذا يومك ولا لم يعد. فالاعتبار الاعتبار. هذا تاجر من أكابر التجار، أوصى بنيه أن يبنوا له 100 مسجد في شتى الأقطار. ثم لقي الله سبحانه وتعالى فاختلف البنون على التركة وأهملوا الوصية، فلم يبن له 100 أوصى بها ولو مسجد واحد. فيا عبد الله، بادر بالخير قبل أن يحال بينك وبينه، فالخير طير، إن بادرته قر وإن توانيت فر. بادر قبل أن تبادر، وبيدك لا بيد عمرو، عجل بما يبقى فإنك فاني، ولا تشح بفان أيها الفاني. في الصحيحين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. إن كنت مالك مالك فامهد به قبرك واجعله وسيلة لك عند الله، وأسوتك في ذلك خيار هذه الأمة. لم يكن أحد منهم عنده قدرة إلا وقف وقفا لله، فمنهم من وقف بستانه، ومنهم من وقف أرضه، ومنهم من وقف سلاحه، ومنهم من وقف داره. فحل الأمة وإمام هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وعمن ترضى عنه، يقف دوره بمكة ويضع ماله تحت تصرف نبي الأمة، ويسلم وله 40,000 ويموت وما ترك درهما ولا دينارا، فهل ضيعه الله؟ إنه ينعم في قبره منذ أكثر من 1400 سنة، وسيدعى من جميع أبواب الجنة. فيا عبد الله، امهد لنفسك في القبر بوقف لله، وإن قل قد لا تكون ذا مال يذكر، فحسبك أن تساهم في وقف ولو 100 أو أكثر أو أقل، وأفضل الصدقة جهد المقل. لما هاجر المهاجرون إلى المدينة وخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، كان بالمدينة بئر لرجل يدعى رومة، ماؤها عذب، لكنه لا يسمح بالشرب منها إلا بثمن، فالقربة بمد، وهذا أمر فوق الطاقة لا يستطيعه أناس خرجوا من كل شيء لله. فقام من هو أولى بهم من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه فقال: لا، تبيعنيها بعين في الجنة؟ فقال: ليس لي ولعيالي غيرها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما مضمونه؟ من يشتري بئر رومة ويكون دلوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. فقام عثمان رضي الله عنه فاشتراها من صلب ماله، ولم يميز نفسه عن أحد من روادها ابتغاء الأجر الذي وعد به من لا ينطق عن الهوى. ولأن القصد مرضاة الله، فقد استمرت هذه التجارة إلى يومنا هذا، وستظل إلى ما شاء الله لها، فهي أول سبيل لسقي الماء في الإسلام. ولقد أثمرت هذه التجارة مع الله أشجارا ومزارع وحدائق أصبحت تمثل حيا كاملا من أحياء المدينة. وأحسب أنه لا يزال يجري أجرها لعثمان منذ 1430 سنة، وله خير منها في الجنة. ولما قال صلوات الله وسلامه عليه ما معناه حين ضاق مسجده بأهله: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد وله خير منها في الجنة، كان لها عثمان رضي الله عنه، فاشتراها من صلب ماله ووسع بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من عابد ولا مصل ولا قائم ولا ذاكر لله في تلك البقعة إلا ونرجو أن يكون لعثمان مثل أجره، مع وعد لا يخلف بخير منها في الجنة. ومن يرد ذو الجود أن يرفعه وفقه الله لما ينفعه. وذاكم ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه، الغني الشاكر المبشر بالجنة، من أهل بدر خير أهل الأرض، وممن بايع تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم إماما ركعة واحدة من صلاة الصبح. ومع هذا كله حمل رضي الله عنه في سبيل الله على 1500 راحلة،
وتصدق بشطر ماله. ودخل المدينة يوما قافلة له قوامها 700 بعير تحمل الطعام قد ارتجت لها المدينة، فأشهد أهل المدينة أنها جميعها في سبيل الله. ولذا قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: إن أهل المدينة عيال على ابن عوف رضي الله عنه في زمنه. وابتاع أرضاً من عثمان 40,000 فوزعها في قومه بني زهرة وفي فقراء المهاجرين وفي أمهات المؤمنين. وأرسل بنصيب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع المسور رضي الله عنه، فقالت رضي الله عنها: صدق رسول الله، لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون، سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. ووقف 1,000 فرس في سبيل الله ليبقى أجره موصولاً كلما فتح المسلمون أرضاً من أرض الله أو دخل أحد في دين الله، وهو يستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده فإن شبعه وريه وبوله وروثه في ميزان حسناته يوم القيامة. ومن قبل أصاب عمر الفاروق رضي الله عنه أرضاً بخيبر لم يصب مالاً قط هو أنفس عنده منها، فحولها من غنيمة دنيوية إلى غنيمة باقية أخروية، وجعلها وقفاً يرجو بره عند الله. وعلي رضي الله عنه وقف أرضاً له بينبع وعيوناً راجياً بها ما عند الله. وخالد رضي الله عنه احتبس أدراعه وسلاحه في سبيل الله. ولما قيل إن خالداً منع الزكاة قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أما خالد فإنكم تظلمون خالداً، لقد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وذا أبو طلحة رضي الله عنه يبذل أحب ماله وهي بيرحاء لله، ويقول: إنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله يا رسول الله. وأبو الدحداح رضي الله عنه يقرض الله بستانا فيه 600 نخلة، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه: كم من عذق الرداح معلق أو مدلم في الجنة لأبي الدحداح، هم البذور ولكن لا أفول لهم، هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي، فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بعزم وجد مثل جدهم، متى بدا صالحا أقدم ولا تجم، فالخير زرع والفتى حاصد وغاية المزروع أن يحصد، وأسعد العالم من قدم الإحسان في الدنيا لينجو غدا، وكلما العبد لربه بذل جازاه ربه بأعلى وأجل. ومن مشكات النبوة معشر الإخوة: 7 يجري أجرهن للعبد بعد موته في قبره: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. فخذها عبد الله في المضمون من ابن القيم رحمه الله: اشتر نفسك اليوم واستعد للقاء الله، فالسوق قائمة والبضائع رخيصة والثمن موجود، وسيأتي على السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير، ذلك يوم التغابن، يوم يعض الظالم على يديه. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألما من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. فنعوذ بالله من إفاقة لا تنفع، اغتنم غناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. لا مال يصحب مقبورا إذا ذهب، وليس للمرء ما أبقى إذا ذهب. المال يترك مكنوزا لوارثه، ويأخذ المرء بعد الموت ما وهب. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وإنما الأنفاس معدودة، وأفضل المأكول من نحلة، وأفضل الملبوس من دودة. يا أيها المعدود أنفاسه، يوشك يوما أن يتم العدد، لا بد من يوم بلا ليلة، وليلة تأتي بلا يوم غد. فاضرب بسهم الخير في كل باب، فالنحل لما رعت من كل فاكهة أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسل. الشمع بالليل نور يستضاء به، والشهد يبري بإذن البارئ العللا. فبادر الفرصة ما أمكنت، فما قضاء الفرض مثل الأداء. ولا تجب دواعي التواني، وانهض بعزم ما له مداني. اغتنموا فرص الحياة واهتبلوها قبل أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أو تقول: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون.